السيرتيفيكت دي بقى اللي هي اللي هو بيديها لي ده، دي جواها ايه؟ لو جينا رجعنا هنا احنا قلنا ان الراجل دوت لما قال لفيسبوك قال له انا عايز اتكلم معاك سكيور، ففيسبوك قال له خد يا عم السيرتيفيكت فيها ايه؟ فيها الداتا بتاعتي وفيها الايه؟ الاقفال بتاعتي استخدمها. طيب السيرتيفيكت ديت فيها ايه؟ تمام؟ جواها ايه؟ جواها كذا حاجه، جواها البابليك كي اللي انت او القفل اللي انت هتستخدمه عشان خاطر تشفر. جواها شويه معلومات بقى، اسم الاورجانيزيشن ده فيسبوك دوت ولا جوجل ولا ايه؟ الدي ان اس بتاعه، الفاليديت ديتس هي اكسباير امتى وهتبتدي من امتى؟ شويه معلومات عن الاونر نفسه. فانا لما اجي ابص على السيرتيفيكت او اجي اخش على فيسبوك دوت كوم وافتح السيرتيفيكت اقراها كده، ده فعلا فيسبوك، فعلا ده السيرتيفيكت ديت فاليد من كذا لكذا، ده السيرتيفيكت ديت فيسبوك واخدها مش عارف من ديجي سيرت مثلا، اوكي ده تراستد. اوكي ده المقصود بكلمه الديجيتال سيرتيفيكت. اوكي طيب برضه ليها اسم تاني هتلاقيها في الكتب اللي هي بيقول لك اكس دوت 509 لو حد فيكم قراها. تمام طيب لما نيجي بقى نرجع تاني بقى ازاي لسه اللي بيشتغل بعد ما عرفنا التقسيمه دي كلها. كلاينت بيبعت الريكوست للسيرفر يقول له لو سمحت انا عايز اكلمك سكيور، السيرفر يروح رايح يقول له خد السيرتيفيكت. اوكي الكلاينت دوت يروح عامل ايه؟ يروح رايح يتاكد من السي اي يقول له فعلا السيرتيفيكت دي بتاع فيسبوك ولا لا؟ فيقول له والله دي فعلا السيرتيفيكت بتاعته. اوكي يروح باعتها له، يروح مكلم طبعا السي اي دوت بيتشيك السيرفر دوت هل فعلا هو سكيور ولا لا. اوكي الدنيا تمام خلاص، يروح باعت للكلاينت، يبدا الكلاينت في الاخر خالص ياكسس السيرفر دوت ويتكلمه سكيور. اوكي فهنا انا عندي سيرتيفيكت خاصه بالسيرفر، اوكي اللي هي فيها المعلومات بتاعته اللي فيها اسم السيرفر والدي ان اس والفاليديشن انفورميشن اللي هو عملها عن السي اي. تمام وفي سيرتيفيكت خاصه بالكلاينت نفسه، اوكي لان الكلاينت نفسه السيرفر بيتاكد منه ان هو فعلا الكلاينت دوت شغال، الويب براوزر بتاعه شغال سكيور، ان الكلاينت ده الويب براوزر التاريخ بتاعه مظبوط. يعني احيانا تيجي تخش على ويب سايت تلاقي السيرتيفيكت بيديك سيرتيفيكت ايرور، فتيجي تبص فتلاقي تاريخ الجهاز بتاعك قديم مثلا 1970. تمام لما تيجي تعدل التاريخ تلاقي الدنيا اشتغلت، لان الكلاينت نفسه هو يعتبر ليه سيرتيفيكت هو كمان. تمام وبيجنريت اوتوماتيك انت ما بتحسش بيها، يعني الويب براوزر بيجنريت سيرتيفيكت وبيبعتها للسيرفر دوت يقول له والله انا جهازي انا احمد شغال جوجل كروم والساعه بتاعتي في تاريخ كذا وعايز اكسس السيرفر بتاعك، فيتاكد فعلا ان هو الراجل ده فعلا ده فعلا احمد وده براوزر عادي عايز ياكسس السيرفر بتاعي، مش مجرد حد بيعمل اتاك او ابلكيشن بيحاول في الباك جراوند يعمل اي حاجه عشان خاطر يوقع السيرفر بتاعي مثلا او دي دوس اتاك او ايا كان. تمام فده اللي بيحصل في الباك جراوند اس اس ال هاند تشيك. اوكي تمام ده كله ايه معايا؟ العمل هي نفس السيرتيفيكت اللي احنا بنعملها عندنا بالمانيج جنرال بالجلوبال بروجكت صح؟ ايوه الله ينور عليك هي دي. ما انا جاي وهي دي لما بتنتهي بتروح تعمل لها ما انا جاي تعمل لها رينيو. انا بس بفهمك ايه اللي بيحصل في الباك جراوند سواء بقى جلوبال بروجكت او سيرفر. ما زي ما قلت لك هنا فين؟ احنا قلنا هنا انت لما بتيجي تكلم اي سيرفر، السيرفر ده ممكن يكون فيسبوك، ممكن يكون ويب، ممكن يكون ايميل سيرفر، اوكي ممكن يكون جلوبال بروتكت مثلا، او ممكن يكون ديفايس انت بتكلمه سكيور زي ما هنشوف دلوقتي. يعني انا دلوقتي انا تعالى كده، انا دلوقتي لما فاتح البالو التو، اوكي ما انا بكلمه ويب، اوكي ده ديفايس مش ويب سيرفر. اوكي الديفايس ده انا بكلمه، انا الكوميونيكيشن ما بيني وما بينه نت سكيور. تمام زي ما هنشوف كمان شويه انا عايز الكونكشن ما بيني وما بينه سكيور. اوكي فهعملها ازاي؟ هعملها عن طريق السيرتيفيكت. تمام طيب دي كلها شويه معلومات عن السيرتيفيكت بشكل عام. طيب انا هستخدم السيرتيفيكت
في ايه في البالو الترو او عموما في الفاير وول في كذا حاجه. اول حاجه ان انا اعمل ديكريبت، افك التشفير بتاع الترافيك ال HTTPS، تمام؟ هفك التشفير دوت زي ما هوريكم، او زي ما احنا اتكلمنا، احنا شفنا دلوقتي اهميه الايه الكوميونيكيشن، وشفنا قد ايه السكيورتي ليفل ما بين الويب براوزر وما بين الويب سيرفر العادي. اوكي، دي حاجه كويسه لو انا كيوزر عادي، تمام؟ لو انا واحد او انا موظف بفتح الايميل بتاع الشركه او انا بفتح موقع البنك. طب نفترض ان الراجل ده بيكلم موقع، وليكن موقع فيه ميل وير مثلا، او موقع بورنو، او موقع مثلا هاكينج، تمام؟ الترافيك اللي هيعدي هنا هوت الترافيك دوت هيضرني، صح؟ بس نتيجه ان الباكت او الكوميونيكيشن متشفر، انا كاي تي مش هقدر اشوف، صح؟ ف معايا يا شباب؟ اه معاك. اه يا باشا تمام مظبوط. فالاس ال هي كويسه كيوزر، كيوزر بيهيفير عادي، كيوزر بيحاول ياكسس ويب سيرفر، ولكن من وجهه نظر كراجل اي تي ادمن او كسكيورتي ادمن، الوضع هنا بقى بيختلف. دي ما بقتش ميزه، دي بقت عيب، تمام؟ فانا محتاج ان انا اشوف حل، انا محتاج اشوف اي كوميونيكيشن بتتم ما بين الكلاينت اللي عندي وما بين السيرفرات اللي بره. لازم انا اشوف اللي بيحصل ده كله، الكلام اللي رايح جاي ده انا عايز اشوف اللي جواه، تمام؟ ممكن يكون في اي حاجه، ممكن يكون جواه تاكس معين. اوكي طيب.